السلام عليكم ومرحبا شباب، فيديو جديد وكما عودناكم مع تغطية الألعاب المجانية. اليوم أحضرنا لكم أحد العناوين للتوب فارت مجانا على متجر ستيم فرايدي ذا 13 كيلر بازل. سيقدم العنوان تجربة ألغاز تعتمد بشكل كبير على التحريك، حيث يوجد الشخصية الرئيسية ومجموعة من الأشخاص في غرفة مربعة الشكل، ويجب عليك تصفيتهم جميعا. وكلما تقدمت في اللعبة كلما أصبحت الأمور أصعب، حيث سيضاف إلى تلك الغرف بعض الحواجز التي تمنعك من التقدم، أو بعض المناطق التي بمجرد الذهاب إليها ستموت شخصيتك مباشرة مثل المياه. وبدون أن ننسى تواجد بعض الأشخاص القادرين على تصفيتك مباشرة مثل رجال الشرطة الحاملين للأسلحة، لهذا يجب عليك قبل أي تحرك أن تدرس جيدا خطواتك القادمة. وأيضا بعد تصفية كل من في الغرفة هنالك شخصية إضافية في بيئة اللعبة سيرمز لها بحرف X، وسوف تظهر بعد قتلك لكل الشخصية الموجودة في الغرفة، ويجب عليك دراسة تحركاتك جيدا ليسهل التخلص منها في الأخير. Jason is back. الألغاز قدمت بشكل جيد، وإذا اخطأت في تحركاتك يمكنك التراجع بضغطة زر واحدة. وأيضا يوجد تنوع في المراحل بين السجن في البداية ثم الحديقة وغيرها الكثير من المواقع التي كل واحدة من بينهم تتميز بطابع خاص. فرايدي ذا 13 كيلر بازل متوفر الآن مجانا على متجر ستيم، وسيبقى إلى غاية الاثنين القادم 23 من يناير، وبمجرد إضافته إلى مكتبتك خلال هذه الفترة سوف يبقى معك إلى الأبد، ويمكنك الحصول عليه من الرابط الموجود في الوصف. سوف تظهر لك صفحة بهذا الشكل، وبالضغط على Add to Library سيضاف مباشرة إلى مكتبتك. وهنا شباب احنا نختم حلقتنا لليوم، من ما قدمناه لا نعجبكم ولا تنسونا بالسبسكرايب واللايك وعلى فيديو آخر. استودعكم الله، سلام.